دخلنا في مرحلة ماذا بينا نطوي نهائيا الملف تاع الماضي. الدولة نتاعكم راكم عارفينها اليوم، ما عدا القوة الإلهية القاهرة ما فيش قوة في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر. إذن اللي يبغي يمشي يشوف ممثلية هنا ولا ممثلية لهي ولا شرق البحر راه يضيع في وقته، راه يضيع في وقته. الجزائر وصلت اليوم نقطة لا رجوع في الدفاع بشراسة على السيادة نتاعها. هنا باش نطمن بعض الإخوان بالنسبة لتضخيم الفواتير وهذه، نهنيهم ولا واحد يفرض عليهم الشيء اللي ماهوش معقول. صح كانت فيه لجنة ربما عن سوء فهم تجاوزت صلاحية نتاعها، ولكن كل شيء توقف وتلغى